تلاميذي اصحاب البيام، جيتكم باقوى المراجعات للاختبار. وضعيه ادماجيه جد مقترحه خوتي الاعزاز، هذه الاولانيه ومازال يزيدوا يجيو وضعيات واحد اخرين بين اليوتيوب والانستغرام تاعي زكريا مات، ومازال تانيت مواضيع مقترحه بالحل ديالهم خوتي الاعزاز راح يكونوا على كل الدروس. اسمع، الاشعه في المعالم جمله معادله تريد مشكل، ومام حتى طاليس في الطاغورس والجذور تاع الفصل الاول وتلقاهم. اسمع، الحساب الحرفي الانسحاب كلش كاع الدروس اللي مقترحه الاختبار الفصل الثاني تلقى المواضيع تمارين بالحل ديالهم، ملخصات مجانيه شامله هنا في اليوتيوب وفي الانستغرام زكريا مات. خويا العزيز ما عليك غير تابوني في القناه تاع اليوتيوب، واذاك ما بوني زيد فعل لنا الجرس، فعل زر الجرس باش يوصلوك غير لي فيديو جدد يلحقوك انت الاولاني تشوفهم كاع، وبارطاجي مع خوتك ان شاء الله كامل ناجحين، وتفرحوا الوالدين بارطاجي في الجروب انستغرام الجروب فيسبوك. خويا العزيز الوضعيه الاولى على المساحات راهي بزاف مهمه، طيح وتعاود بزاف. اروح تبع معايا، قال لك قطعه ارض مستطيله الشكل يملكها الجد عبد الرؤوف ربي يحفظه، محيطها 480 متر، عرضها يساوي ثلث طولها. السؤال الاولاني، احسب بعدي هذه القطعه. تسمى خويا العزيز عطاك واحد المعطيات مليح تحطهم في المسوده ديالك هكذايا. شوف، الحاجه الاولى قال لك مستطيله الشكل، راهي على شكل مستطيل، يعني مستطيله الشكل، مستطيله الشكل. ومن بعد زاد قال لك المحيط ديالها، بون عطالك المحيط ديالها، المحيط تاعها واش يساوي المحيط ديالها؟ راهو يقول لك يساوي 480 متر، اوكي. زاد عطاك عرضها يساوي ثلث طولها، قال لك باللي عرضها يساوي ثلث طولها، ثلث طولها هكذا. السؤال اللي مطروح خويا العزيز واش يطلب منك؟ يطلب منك تحسب له، قال لك بعدي هذه القطعه، البعدان تاع قطعه ارض مستطيله الشكل، المستطيل عنده زوج ابعاد، عنده الطول وعنده العرض، ها البعدان واش يقصد بهم؟ يقصد بهم الطول والعرض، يعني الطول والعرض تاع القطعه تاع الارض ديالك. شوف خويا العزيز، هي كل كلمه عندها معنى. حاجه الاولى كي قال لك عرضها ثلث طولها، انا عطيتكم واحد الكود بزاف شباب، كل كلمه عندها المعنى تاعها. كي تسمع كلمة ثلث معناتها واحد على ثلاثة، تضرب في واحد على ثلاثة، هاي ثلث معناتها واحد على ثلاثة، فوالا. دونك كي تسمع ثلث هو واحد على ثلاثة، ثلثي اثنين على ثلاثة، ثلاث أرباع ثلاثة على أربعة، ربع واحد على أربعة، ربعي اثنين على أربعة، الخمس واحد على خمسة، خمسي اثنين على خمسة، ثلاث أخماس ثلاثة على خمسة، سدس واحد على ستة، سدسي اثنين على ستة، وهي رايحة راك تعرف بابا. دونك خويا العزيز هو واش يطلب منك؟ يطلب منك تحسب له الطول والعرض، ها واش يطلب منك؟ تلقى له الطول وتزيد تلقى له العرض ديالها، هادو ما رانا نحوسو نلقاهم. خويا العزيز دير في بالك باللي السؤال الاول هذا باش تحسب الطول والعرض راك رايح دير تريد مشكل صغير بتوظيف معادله. كي تسمع الثلث الربع الخمس الضعف، الضعف معناتها تضرب فيه زوج، هادو كاع عارف باللي معادله. خويا العزيز مادام هو هضر لك على المحيط، يما لا دير في بالك باللي المعادله هذه خرجوها بالمحيط. كان قادر يبدا لي يعطيني القيمة تاع المساحة، قال مساحتها 1000 متر مربع، 900 متر مربع، نخدم بالمساحة. شوف أنا واش راح ندير، الحاجة الأولى مادام تريد مشكل، نروح نخير المجهول إكس، ونقول له نرمز إلى يا إما الطول يا إما العرض، واحد فيهم هو المجهول إكس، المجهول إكس هو اللي ما عطاكش قيمته، وما عطاكش معلومة عليه باش تحسبه، راك معايا؟ ومن طونك عطيتكم واحد الكود يعاونكم باش تخيروا المجهول. راه واحد شوف هو واش قال لك؟ قال لك عرضها يساوي ثلث طولها، تسمى العرض تاعها هو الثلث تاع الطول ديالها، اي تسمى العرض ديالها، العرض هو الثلث تاع الطول، معناتها العرض نعرفوا كيف نحسبوه، العرض راه معلوم كيف نحسبوه، العرض هو الثلث تاع الطول، معناتها الطول نضربوه في واحد على ثلاثة، الثلث هو واحد على ثلاثة، تسمى الطول نضربه في واحد على ثلاثة نلقاو العرض،
باسكو العرض هو ثلث الطول. تسمى العرض راني عرفت كيف نحسبه، هو الطول مضروب في واحدة على ثلاثة ثلث الطول. تسمى العرض راه معلوم كيف نحسبه، العرض ماهوش مجهول. شكون المجهول؟ شكون اللي ما عطاكش قيمته وما عطاك حتى معلومة عليه؟ هو الطول. الطول ما قالش كاع كيف نحسبه. ونزيد لك بزيادة كاين واحد الكود خويا العزيز، الكود هذا واش يقول؟ يقول باللي الاخراني هو اكس، الاخراني هو اكس، اللي يهضر عليه في الاخر هو المجهول اكس، كيما يقولوا صحاب الغرب وكاع التالي، التالي هو اكس، التالي اللي يهضر عليه في الاخر هو اكس. صح، شوف معايا، قال لي عرضها يساوي ثلث طولها. الاولاني الاول اللي يهضر عليه هو العرض، والاخر اللي يهضر عليه التالي اللي يهضر عليه في التالي في الاخر هو الطول. يعني الطول هو اللي يهضر عليه في نهاية الجملة، في آخر الجملة. تسمى هذا هو الأخراني، هذا هو التالي، يما التالي الأخراني هو إكس، طولها هو اللي نديروه المجهول إكس، هذه هي. دونك الأخراني إكس، عندنا بابا، دونك نقدر نكتبها لك لهنايا، الكود هذا نكتبه لهنا، معليش ماشي مشكل. شوف معايا الكود واش يقول، يقول باللي الأخراني إكس، الاخراني الاخراني اللي هو التالي، التالي هو المجهول اكس، هو المجهول اكس. هذا هو الكود ديالك واش يقول. اذا حنا نقول لهم نرمز الى، نرمز الى الاخراني هو طول، دونك نرمز الى طولها، طولها طولها بالمجهول اكس، الطول ديالها هو اكس. ونقدر نجي نكتبها لهنايا، هيا نجي نكتب له الطول، هاوليك شوف، الطول، الطول يساوي إكس، الطول هو إكس. خوتي إذا كان الطول هو إكس، العرض كيف يكون؟ هو ثلث الطول، يساوي ثلث طولها. تسمى العرض هو واحد على ثلاثة، الثلث واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة في الطول، والطول إكس، تسمى واحد على ثلاثة إكس. هاوليك العرض بابا، هاوليك. عرضها، 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 عرضها يساوي واحد على ثلاثة إكس، هو الثلث تاع الطول ديالها. هذه هي من الأخر، قال لك عرضها يساوي ثلث طولها، معناتها العرض تاعها هو الثلث تاع الطول، والثلث على حسب الكود هي واحد على ثلاثة، معناتها العرض هي واحد على ثلاثة مضروبة في الطول، والطول إكس، تسمى واحد على ثلاثة مضروبة في إكس، تسمى واحد على ثلاثة إكس. خويا راني خرجت الطول بدلالة إكس والعرض بدلالة إكس، دوكا راني حاب نخرج المعادلة، باسكو إذا خرجت معادلة نروح نحلها، وكي نحل المعادلة واش نلقى؟ نلقى الإكس، والإكس إذا لقيتو خلاص راك لقيت الطول، الإكس إذا لقيتو راك لقيت الطول، الإكس إذا لقيتو تضربو في واحد على ثلاثة تزيد تصيب العرض، يعني تصيب الطول وتصيب العرض، اللي هما البعدان اللي رانا حايبين نلحقو نخرجوهم ونجاوبو على السؤال الأول. إذا خوتي قلت لكم ما دام مديلكم المحيط يما لا المساحة اللي يما لا المعادلة نخرجوها بالمحيط، ما دام هنا عطاولي على المحيط. إذا شو باش نقول له؟ نقول له باللي المحيط، المحيط تاع قطعة الأرض ديالي هو محيط مستطيل، باسكو مستطيل هاد الشكل. وشنو هو القانون؟ الطول زايد العرض مضروب في زوج، محيط المستطيل نعرفوه من بريمة خشيبات. طول زائد العرض مضروب في زوج، حذرين أقواس هنا خطية. بون المساحة تاع المستطيل هي الطول في العرض، بصح المحيط هو الطول زائد العرض، اجمعهم في بين قوسين باش تضرب في زوج. الطول يا خوتي هو إكس، والعرض يا خوتي، العرض يا خوتي شحال؟ إذا الطول هو إكس، والعرض هو واحد على ثلاثة إكس، واحد على ثلاثة إكس، هذا كاع نضربو في زوج. خويا العزيز، خويا العزيز، انت ما تقدرش تجمع اكس زائد واحد على ثلاثة اكس، لازم توحد المقامات هكذا. دونك الاكس هذا المقام ديالو، المقام تاعو شحال؟ هو واحد، راك معايا؟ المقام تاعو هو واحد، وحنا المقام نسحقوه ثلاثة، لازم هذا المقام تاعو ثلاثة وهذا ثلاثة، كيما لا واش ندير؟ نضرب من تحت في ثلاثة، ونضرب من الفوق في ثلاثة، هكذا، نضرب من تحت في ثلاثة، من الفوق في ثلاثة. هلا نضرب من تحت في ثلاثة ومن فوق في ثلاثة باش نوحد المقامات برك، هذا معايا. تسمى شوف خويا العزيز، تبع معايا، الإكس من فوق ضربته في ثلاثة، واش يولي عندي؟ يولي عندي ثلاثة إكس، وواحد ضربته في ثلاثة، راح يولي عندي ثلاثة، هكذا.
زائد واحد على ثلاثة إكس اللي كانت من قبل، هذا كاع مضروب فيه زوج. تسمى اللي كان عندي هنايا كما نقولوا الطول هو إكس، ومن بعد حنا واش رجعنا ثلاثة على ثلاثة إكس، باسكو المقام تاعو هو واحد، وهنا المقام الكبير راهو ثلاثة، راح نتبعو نضربو في ثلاثة من تحت في ثلاثة من فوق في الوسط وفي المقام. هلا أضرب بعدها نكمل الحساب ديالي، حيولي عندي ثلاثة زائد واحد إكس على ثلاثة، إذا المقام حيكون ثلاثة، ومن فوق ثلاثة إكس زائد واحد إكس، ثلاثة إكس زيد لهم واحد إكس، ثلاثة إكس زائد إكس، شحال؟ أربعة إكس، تسمى حيولي لي أربعة إكس على ثلاثة، هذا كامل مضروب فيه زوج خاوتي. كي نروح نضرب فيه زوج ساهلة، أربعة على ثلاثة إكس نضربها في زوج، راح نضرب أنا أربعة في زوج تجيني ثمانية، تولي لي ثمانية على ثلاثة إكس، تخرج لي ثمانية على ثلاثة إكس، هاي المحيط يخرج لي ثمانية على ثلاثة إكس، فوالا. شغل هي حكايتها خاوتي ما تخلعكم لا والو، فيها توحيد مقامات، الله أكبر، الله أكبر. راه عدا الربعة تاع الصباح بابا، راني ندير فيديو، الله أكبر. إن شاء الله يا ربي تلاميذي يكونوا من الناجحين في البيوم أعلى المعدلات، ربي يوفقنا ويحفظنا إن شاء الله وينصرنا. إذا الأربعة في زوج ثمانية، ثمانية على ثلاثة إكس، خلاص خرجنا الموحد بدلالة إكس. ومن جهة واحدة أخرى يا خوتي، الموحد عطاني قيمته ولا ما عطانيش؟ عطاكم قيمته الموحد ولا ما عطاكمش؟ عطاها لكم، هاوليك 480، تسمى خويا العزيز، تبع تشوف معايا، هذا الموحد، هذا الموحد اللي كيما حنا نقولوا لقيته 8 على 3 اكس، 8 على 3 اكس، راه عطاك قيمته 480، روح تعوضها هنا يساوي 480. ايه خويا العزيز هذه معادلة، هاي المعادلة تاعك، هاي المعادلة ديالك، 8 على 3 اكس يساوي 480، نقدر نلقى قيمة الاكس ولا ما نقدرش؟ نقدر نلقاها، تقدر، كاين ضرب 8 على 3 مضروب في الاكس. الضرب في المعادلة واش يولي؟ يولي قسمة، تسمى إكس واش يساوي؟ الإكس هو هذا تقسيم هذا، 480 نقسموها على هذا، 8 على 3، إيه 480 تقسيم 8 على 3، كي نقسمو على كسر واش نديرو؟ نضربو في المقلوب، القسمة على كسر هي الضرب في مقلوب الكسر، تعرفوها ملي كنتو دروازيا هاني، تسمى هنايا الإكس راح يجيكم يساوي 480 في القسمة تولي ضرب، والكسر يتقلب 8 على 3 يولي 3 على 8. خويا العزيز تروح تحكم الكالكيوليتريز ديالك وتجي تحسب، راح تخرج لك قيمة الإكس لهنايا، هاي اللي دوك نروحو نحسبوها مع بعضنا. إذا 480 كما نقولو حنا نضربوها في 8 على 3، هاي بسم الله الكالكيوليتريز تاعي 480 في 3 على 8 في 3 هاي ليك تقسيم 8 تجيني 180، هذه اذا تخرج لي 180، الاكس يساوي 180 ريلي. خوتي كي لقينا الاكس ما عندهاش لقينا، لقينا الطول، باسكو الطول هو اكس، والاكس 180، تسمى الطول هو 180 متر. والعرض باش نحسبو، احكم الاكس اللي لقيته 180 نضربو في واحد على ثلاثة، تسمى نروحو نعوضو برك، إذا نجي نقول لهم إذا واش؟ إذا الطول تاعها كيما نقولو حنايا طولها يساوي إكس ويساوي 180 متر، هذه هي الإكس راهو 180 والطول سميناه إكس، أما عرضها وشنو هو؟ هو واحد على ثلاثة إكس، واحد على ثلاثة إكس، يعني واحد على ثلاثة نضربو في الإكس اللي لقيناه 180، واحد على ثلاثة في 180 شحال حيخرج لكم العرض لهنا؟ عرضوها شحال يجي؟ واحد على ثلاثة في 180، 180 تقسيم على ثلاثة، تقسيم ثلاثة، 60، 180 على ثلاثة، إيه واحد على ثلاثة في 180، حسبوها تلقاوها 60، 180 على ثلاثة، يعني 6 في 3 18. 60 في 3 180، إذا يخرج لي العرض تاعها قلنا 60 متر، تري بيان. إذا خوتي الطول ديالها رانا لقيناه 180 والعرض لقيناه 60،
الطول 180 والعرض لقينا 60. معناتها خلاص رانا لقينا البعدان الطول والعرض. هذا السؤال الاول خاوتي يمدوا عليه حوالي 2.5 حتى 3 نقط. اما الجزء الثاني يمدوا عليه 5.5. اذا شوف معايا في الجزء الثاني واش قال لي؟ قال لي الشكل في الاسفل يمثل القطعه التي يمتلكها الجد، وهي مقسمه الى جزئين. الجزء الاول مخصص للمرأب، المرأب هو كراج، كراج وين يقاري الطوموبيلات. الجزء الثاني مخصص للمزرعه، ها هو الجزء الاول عباره عن مثلث قائم، ها هو ليك جي اش، وفي هذه النقطه اسمها ان، نسيت ما كتبتش اسمها، طريبيا. اما الجزء الثاني ها هو ليك شبه منحرف اف ال اش ام ولا اف ام اش ال. ها اذا خوتي السؤال الثاني واش يقول؟ عبر بدلاله اكس عن ا واحد مساحه المرأب. تسمى ا واحد هي مساحه المرأب الجزء الاول المثلث القائم، واطني مساحه المزرعه، المزرعه اللي راح تكون في الجزء الثاني. اذا نعبروا عن المساحه بدلاله اكس. المساحه يقدر يسميها اس، زعما اس واحد اس اثنين، ويقدر يسميها ا باسكو اس سي لا سيرفاس اون فرونسي، و ا سي لير، دونك عندها نفس المعنى، مساحة ينزلها ا ولا اس كيف كيف. دونك خوتي العزاز اروح تشوف لهنايا، راني رايح خويا العزيز نجاوب على السؤال الثاني. السؤال الثاني ديالو واش قال لي؟ قال لي عبر عن المساحة ا واحد واطني بدلالة اكس. بسم الله نبدا لكم لهنايا بالمساحة ا واحد. ا واحد تاع المرأة، والمرأب راه في الجزء الاول، تسمى ا واحد راهي هنا مساحة مثلث قائم. طيب اذا نروحو نحسبو ا واحد مساحة مثلث قائم. خوتي مساحة مثلث وشنو هي؟ نعرفوها من قريمة، القاعدة في الارتفاع على 2، القاعدة في الارتفاع على 2، القاعدة تما واسمها القاعدة تاع المثلث ام جي اش، القاعدة هي ام جي سماها لنا اكس. طيب إذن القاعدة في الارتفاع على 2، كتبت القانون، ومن بعد راني ماشي باش نعوض، هكذا راني رايح نعوض. القاعدة هي إكس، هكذا، القاعدة هي إكس، القاعدة هي إكس، والارتفاع ديالها، هذه القاعدة إكس، الارتفاع هو جي أش، جي أش هو نفسه أف أم، باسكو مستطيل، إذا هذا 60 هذا 60. إذا هذا 180 هذا 180. إيه بابا واش راك تشوف؟ الطول تاعها راهو 180 والعرض راهو 60، ماشي كيما لقيناهم. هاولي الطول 180 والعرض 60، ما شاء الله لو سوغيغ، افرح بابا راك صحيح ما شاء الله. دونك خوتي نديرو قلنا القاعدة في الارتفاع على 2، القاعدة هي إكس، الارتفاع ديالها هو جي أش اللي هو أف أم اللي هو 60، إذا إكس في 60 على زوج خويا العزيز. ومن بعد شوف معايا بابا 60 تقدر تقسمها على زوج، نحسبهم وحدهم هادو أرقام، 60 على زوج شحال تعطيك؟ 60 على زوج تعطيك 30، والإكس يبقى لك هنا حطو قدام 30، وبالتالي راني عبرت على أ واحد بدلالة إكس، خرجت لي 30 إكس، رقم معاه إكس معناتها عبرت عليها بدلالة إكس، سهلة. نروحو نعبرو على أتني مساحة المزرعة. مساحة المزرعة أتني تقدر تجاوب عليها بجوج طرق، تقدر تحسبها مساحة شبه منحرف باسكو أتني راهي هنا يعني اف ام اش ال، هذا الرباعي يسموه شبه منحرف. القانون تاع المساحة تاعو هي القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى في الارتفاع على 2، هاي القاعدة الصغرى اف ام، القاعدة الكبرى ال اش و 180 والارتفاع اف ام. وتقدر تحسبه بطريقة واحدة أخرى، دير المساحة الكلية، وهذه هي الطريقة السهلة، المساحة الكلية تاع المستطيل كومبلي نقص لها مساحة الجزء الأول، نقص لها أ واحد هكذا. دونك ليكيب حنا واش راح نديرو؟ راح نكتب لهم لهنايا باللي أ 2 مساحة الجزء الثاني هي المساحة الكلية تاع كل المستطيل ونقص لها الجزء الاول. وصح شوف تبع معايا، لو كان نحكمو حنا تبع، لو كان نحكمو مساحة المستطيل الكلية ونحو لها نقصو لها المساحة تاع الجزء الاول ا واحد مساحة المثلث، هاي المساحة الكلية نقص لها مساحة المثلث، راني يعني نحيت لها نقص لها مساحة المثلث، واش يبقى لي؟ يبقى لي مساحة الجزء الثاني ا 2 مساحة المستطيل كامل، ا تاع المستطيل، ا الكلية تاع المستطيل،
الكليه تاع المستطيل ونقسمها مباشره الجزء واحد ا واحد نقسمها ا واحد. هذا هو القانون اللي تخدم به. دوك انت ا واحد راك خرجتها 30 اكس بدلاله اكس، بصح ا المساحه الكليه تاع المستطيل اللي هو اف جي اش ال ما راكش حاسبها. وشنو تقدر تحسبها؟ عندك الطول 180 وعندك العرض 60، والمساحه تاع المستطيل الطول في العرض 180 في 60. هاي نجي هنا نحسب ا الكليه. نقدر نرمز لها ا تي، زعما ا توتال لير توتال. دونك المساحه الكليه وشنو هي؟ هي مساحه مستطيل يعني الطول مضروب في العرض. هكذا الطول هو 180 والعرض 60. الطول 180 ونضربه في العرض 60. هكذا كي نجيو نحسبوها تخرج لي المساحه الكليه ا تي 180 في 60 بابا يخرج لك بون 100 اش هادي 180 الى الله في 60. 180 نضربها في 60 تخرج لي 10800. هاي تخرج لي 10800. خوتي ما تنساوش الوحده، هذه مساحه الوحده تاعها متر مربع، بالك تنسى الوحده والله ما يرحمك ينقص لك الشيخ تاعك. انا وصيتك. نعاودو نوليو، حنا واش قلنا؟ نحوس على اتني هي المساحه الكليه تاع المستطيل ناقص ا واحد. المساحه ا واحد عندك 30 اكس والمساحه الكليه حسبتها 10800، تسمى قولها له ديريكت قول له خويا العزيز اتني تساوي، اذا المساحه الكليه ناقص لها ا واحد، المساحه الكليه 10800 نقص لها ا واحد 30 اكس، ثم نقص لها 30 اكس. وهكذا ثاني تكون عبرت على ا واحد او اتني بدلاله اكس كما عبرنا على ا واحد. جاوبنا على السؤال الثاني، نروحوا نمشيو لزوج اسئله الاخرين سهلين ما فيهم والو، سؤال ثالث وسؤال رابع. واحد فيهم يتحل بمعادله الاخر متراجحه، شو واش قال لك؟ اوجد قيمه اكس في السؤال الثالث، اوجد قيم اكس. خويا العزيز كي يقول لك اوجد قيمه اكس ولا قيم اكس بين بلي معادله ولا متراجحه، باسكو اكس هذا اللي راك تحوس على قيم تاعو ولا قيمته، الاكس هذا هو مجهول والمجهول من يكون في معادله ولا متراجحه. ثم تبع مليح السؤال وتعرف. قال لي اوجد قيمه اكس التي من اجلها تكون المساحه تاع المزرعه، يعني مساحه المزرعه اتنين، تكون هي 10200 متر مربع، يعني تكون فيها المساحة تاع المزرعة هي 10200 متر مربع. شوف نتبعوا كلمة بكلمة واش قال لي. هو قال لي أوجد قيمة إكس، هذا واش قال لي؟ أوجد قيمة إكس، أوكي. ونجي لهنايا خوتي، أنت هاد إكس ديالي شحال قيمته؟ هاد القيمة تاع إكس التي من أجلها تكون مساحة المزرعة، مساحة المزرعة وشكون هي؟ هي ا تنين، هذه هي مساحة المزرعة، باسكو مخصص للمزرعة هو الجزء الثاني ا تنين، تسمى تكون مساحة المزرعة ا تنين، كيفاش تكون؟ هي 10200، مساحة المزرعة هي 10200، 10200 متر مربع. خويا العزيز، أنت واش درت؟ حكمت الهضرة اللي قالها لي في السؤال، ترجمتها لهنا. أوجد قيمة إكس. إكس هذا شحال علامة استفهام التي من أجلها تكون مساحة المزرعة أتنين هي 10200. خويا العزيز في الرياضيات ما كاش هي وهو، كاين يساوي. كيقول لك هي معناتها أتنين هي 10200، معناتها أتنين تساوي 10200، وهذه هي المعادلة تاعك. تروح تعوض أتنين بالعبارة ديالها، شحال كاينها أتنين هاي من فوق 10800 ناقص 30 إكس، تعوضها تخرج لك معادلة وتلقى قيمة الإكس. إذا شوف معايا أتنين هاي لك من فوق هي 10800 ناقص 30 إكس تساوي 10200، 10200، 10200. واش نديرو؟ المجهول هذا وهادو معالم، المجهول في جهة والمعالم في جهة. المجهول ناقص 30 إكس خليها في جهة، 10200 خليها تما،
10800 نجيبوها لهنايا تولي لنا ناقص 10800، هكذا نعكسوا اشارتها. ومن بعد واش عندك 10200 ناقص لهم 10800، 200 شغل 200 ناقص 800 تسمح تخرج لك ناقص 600، هكذا تسمى ناقص 30 اكس يساوي ناقص 600. هنا كاين ضرب، وفي المعادلة الضرب واش يولي؟ يولي قسمة شيخ، تسمى ناقص 600 على ناقص 30، ناقص 600 على ناقص 30. خويا العزيز بون مادامها معادلة ناقص عن ناقص ما يأثرش، واش حيقلب لك إشارة ولا ماشي متراجحة. إذا ناقص عن ناقص يولي زائد خويا العزيز، وقيمة إكس هي 600 على 30. تقدر هنا تحكم الزيروات تسقلهم، تبقى لك 60 على 3، 60 على 3 هي 20، تسمى إكس يساوي 20 بابا، إكس يساوي 20، 20. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال الثالث. نمشي مباشرة للسؤال الرابع والأخير. السؤال الرابع والاخير، اذا خلاص انا لقينا لهم قيمه اكس، اكس راهي 20 باش تكون المساحه اثنين 10200. نروحوا للسؤال الاخير، قال لك جيب قيم اكس، هذوك ولا تقيم ماشي قيمه وحده، قيم تسمى بين ولي متراجحه. نزيد لك حتى تكون المساحه تاع المرأب، يعني تاع الجزء الاول ا واحد، كيفاش تكون المساحه تاع المرأب؟ لا تتجاوز مساحه المزرعه. بابا ضربتكم بكود واعرة مديتها لكم ديجا، لا تتجاوز هي متراجحة. وكيفها متراجحة هذه؟ أكبر أصغر، أكبر يساوي أصغر يساوي، لا تتجاوز معناتها ما تتجاوزهاش، يعني ما تفوتهاش، يعني ماشي كبيرة عليها. كي تكون ماشي أكبر معناتها أصغر أو يساوي، تسمى كي تشوفوا لا تتجاوز معناتها متراجحة خوتي، أصغر أو يساوي بابا اشفع عليها، هاو الكود. دونك خويا العزيز قال لي أوجد قيم إكس، قال لي أوجد قيم إكس باش تكون كيما نقولوا حنايا، تكون المساحة تاع المرأة اللي هي أ واحد لا تتجاوز، هاي ليك لا تتجاوز، لا تتجاوز، لا تتجاوز شكون؟ اثنين، لا تتجاوز اثنين. خويا العزيز حنا عبرنا باللي لا تتجاوز معناتها اصغر او يساوي، يتسمى لا تتجاوز نعوضوها باصغر او يساوي، وتخرج هنا متراجحه، نروح نعوض ونحل نلقى قيمه الاكس. اذا ا واحد هاي ليك، وراي ا واحد 30 اكس، 30 اكس، 30 اكس تخرج لك 30 اكس اصغر او يساوي اثنين، 10800 ناقص 30 اكس، هيا ودير المجاري في جهه والمعالي في جهه، هذه هي المجاري في جهه والمعالي في جهه. اذا خويا العزيز 30 اكس اللي راهي هنا، 30 اكس اللي راهي تما خليها، ونحكم ناقص 30 اكس اللي راهي هنا نجيبها. ناقص 30 اكس اذا جبتها تولي لي زائد 30 اكس، تولي لي زائد 30 اكس، تولي لي بالزائد زائد 30 اكس، هاي زائد 30 اكس، باسكو راني حاب ندير المجاهيل في جهه والمعالي في جهه، راك معايا. وبيان سور منا كانت عندك 10800 وراهي رايحه تبقى 10800، كانت من هذه الجهه وتبقى من هذه الجهه، برك ناقص 30 اكس ديتها من هيك باش نحط المجاهيل وحدهم والمعالي وحدهم. 30 اكس زائد 30 اكس خويا العزيز راح تخرج لك 60 اكس، هنا تعطيك 60 اكس، 60 اكس اصغر او يساوي 10800، 60 اكس اصغر او يساوي 10800. الضرب واش يولي بابا؟ الضرب يولي قسمه، تسمى واش يجيك؟ يجيك من هنايا اكس اصغر او يساوي 10800 على 60، 10800 تقسيم 60، 10800 على 60 تحسبها بالكالكيوليتريس تلقاها على 60 تلقاها 180 خويا العزيز، راح تلقاها 180، تسمى حيخرج لك لهنا اكس اصغر او يساوي 180. وهكذا تكون حليت المتراجعه ديالك، وتجي دير لهم تصريح بالحلول، تقول لهم حلول المتراجعه هي كل قيم اكس، هي كل قيم اكس، قيم اكس الاصغر من او يساوي 180، الاصغر 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 من او
يساوي أو يساوي 180 متر. 180 متر. إذا خوتي العزاز هكذا نكونوا حلينا. هيا ليكيب نتلاقاو في الفيديو الجاي. ربي يحفظكم ويوفقكم. سلام عليكم.